Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membaca surah An-Nahl dari ayat 22 sampai ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. La jarama anna allaha ya'lamu ma yusirun. Ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum. Rabbukum qalu asatirul awwalin. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum alladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alayhimu saqafu min fawqihim. Min fawqihim wa atahumul azab.
العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك
ذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.